القادمة. التعادل صفر مقابل صفر بين منتخبي تونس ومنتخب كوستاريكا. وليس سخيري قديش يعمل في برشا مجهود. هذا وهاب الخزن، وهاب الخزن بين عملية الفرصة والهدف الأول، والهدف الأول لوهاب الخزري. ممتاز جدا، هدف أول للمنتخب الوطني التونسي. قلنا وحكينا على وهبي الخزري بعد الورقة الصفراء وبعد التدخل، وهدف تاريخي في مرمى شكون؟ في مرمى كيلورس ناباس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا، منتخب الجماهير المنتخب الوطني التونسي. هاي الإعادة في وسط الدفاع يتعدى في مرة الأولى، ورغم محاولة ناباس وهبي الخزري يقول له أنا موجود واحد بليش المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب كوستاريكا، وكم هو مهم جدا. ملا مراقب وسطن اللي كان سبب له ورقة صفراء وأصر محلها الكرة، والإصرار من وهبي الخزري حب يعظمه بناتنا، لكن الانزلاقية من الحارس ناباس ويواصل العملية. وهبي الخزري يسجل في شباك كوستاريكا، واحد بلاش لتونس ضد كوستاريكا بعد